وللتعليق على قرار اللجنة التحضيرية للتشاور معنا نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل ساري سيدي محمود. أهلا وسهلا بكم سيد الرئيس. أهلا. إذن ما رأيكم في حزب تواصل حول قرار تعليق التشاور؟ شكرا. نحن نأسف على هذا القرار لأنه خيب أمال كثير من المواطنين، كثير من الفاعلين السياسيين الذين كانوا ينتظرون من هذا الحوار أن يساعد في التغلب على كثير من الإشكالات الوطنية ويحقق كثير من طموحاتهم وآمالهم. بالتالي نأسف على تعليق هذا الحوار من طرف واحد وهو تحت عنوان التشاور وعلق بدون تشاور. من يتحمل المسؤولية عن تعليق الحوار؟ أليست بعض أطراف المعارضة التي علقت مشاركتها وأرادت ابتزاز النظام مثلا؟ أعتقد أن المسؤولية تقع بدرجة أولى على النظام، لأنه بداية أعرب بشكل صريح أنه لا يريد الحوار وأن ليس هناك داعي لهذا الحوار. ثانيا ما فتي بداية بدأ بإقصاء بعض الأطراف بداية، ثم بعد ذلك افتعل بعض الأزمات مع بعض الأطراف الأخرى وهو في غنى عنها على الأقل في مرحلة التهدئة وفي مرحلة الحوار، ثم بعد ذلك أعلن تعليق الحوار من طرف واحد وكأن الأمر خطط له بهذه الطريقة ليخرج ويقول إن المعارضة هي من تتحمل المسؤولية. إذن النظام خطط لي أولا امتنع عن الحوار بداية، ثم قبله على مضض، ثم خطط لإفشاله بهذه الطريقة للأسف، وهذا ما يجعلنا نحمله المسؤولية كاملة عما حصل، وحصل من طرف واحد وبدون تشاور مع الأطراف التي هي شركاء، هي أطراف مشاركة، وبالتالي عملية سياسية تشاركية. عندما حصل فيها تعثر كان ينبغي أن يناقش هذا ضمن اللجنة التشاورية وأن تبحث له عن حلول، وهذا ما طلب به حزبنا، أن نتريث وأن نبحث عن حلول، ولكن في إطار الحوار نفسه وبدون تعليق له، وإنما في إطار استمرار الحوار تبحث الأطراف المشاركة، تشكل لجان، تقدم أفكار، تبحث عن حلول، ويبقى الحوار مستمرا ونتغلب على الإشكالات. لكن ألا يشكل تأجيل الحوار حتى تتوفر ظروف مناسبة أكثر قرارنا صائبا محافظة على الهدوء السياسي كما قال أولي الوقف؟ نأمل ذلك، ولكن نرى أن الطريقة التي تم بهذا لا تبعث على كثير من التفاؤل، يعني لو كان الأمر كذلك لا حصل ضمن تشاور مع الأطراف التي لا تزال على الطاولة ولا تزال تمد يدها للحوار وتسعى للحوار، أن يبحث معها على يبحث عن حلول وتكون طرف في هذا. إذا رأت أن تعلق شهر، إذا رأت أن تعلق أسبوع، إذا رأت أن تعلق جلسات حتى تتوصل إلى حلول، أما وأنها تابعة إداريا لجهة رسمية هي التي تتخذ القرار وهي التي تعلق متى شاءت وكيف ما شاءت، فهذا حتى سينسف الأمل والثقة التي كانت موجودة، لأن الطريقة التي تم بها هذا طريقة لا تراعي قرار، لا تراعي مواقف الأطراف التي كانت مشاركة وكانت ساعية لأن تدفع هذا الحوار إلى الأمام وأن توجد من خلاله فرصة لحل الإشكالات الوطنية كلها. بهذه الطريقة أعتقد أن الأطراف مستاءة غاية الاستياء، وبأنها ثقة بينها وبين الجهة الرسمية. ما هو ردهم على هذا الاستياء؟ حتى الآن لم نتلقى ردا، نحن كأطراف مشاركة لم نسمع بهذا التعليق إلا من خلال وسائل الإعلام، وهذا استغرب أننا أطراف نتصل، بعضنا يتصل بالوزير المكلف بالإشراف على الحوار يوميا وعلى صلة به، فلم نشعر ولم يحصل لنا أي علم إلا من خلال الإعلان الرسمي عن تعليق الحوار، فهذا فعلا يبعث إلى مزيد من عدم الثقة للأسف، ويجعل استئناف الأمر بهذه الوتيرة أو على الأقل بهذه الصيغة التي الأطراف المشاركة فيها تحت رحمة الجهة الرسمية، هذا في الحقيقة مختل من البداية، وأعتقد أن أي حوار بهذه الطريقة
لن يكتب لهم نجاح. على ضوء ما حدث، ما مستقبل العلاقات بين النظام والمعارضة؟ هي على كل حال العلاقة بين المعارضة والنظام في الغالب هي علاقة يطبعها أن فيه مشتركات وطنية، كل الأطراف تسعى إلى احترامها وإلى خدمة المصالح العليا وإلى خدمة الصالح العام، هذا بشكل عام. لكن المعارضة الآن بعد أن فرض عليها التشاور بدل الحوار فقبلت، فطلبت أن يتكلم الرئيس بشكل صريح عن الحوار فلم يحصل، تكلم الرئيس في جملة مقتضبة في موضوع غير الموضوع، موضوع سياسي، ولم يكون الحوار جزء من قاموس السلطة الرسمية خلال كل هذه الفترة، انفتاح وكذا يتكلم لكن الحوار. ثم بعد ذلك طالبنا أن لا يكون الحوار بين الأحزاب والحكومة، ففرض علينا الحوار مع الأحزاب فقبلنا مع الموالاة بدل أن يكون الحوار مباشرة بين الحكومة والمعارضة كما هو معتاد، لأن الحكومة هي التي يمكن أن تقدم تنازلات فقبلنا. رفضنا أن يكون الحوار تحت رئاسة الاتحاد من أجل الجمهورية، ففرضوا علينا الاتحاد من أجل الجمهورية من خلال تعيين وزير من نائب رئيس الاتحاد من أجل الجمهورية فقبلنا. فظلنا دائما نقبل نظرا لحرصنا على نجاح هذا الحوار ولأهميته بالنسبة للشأن العام وبالنسبة للمواطن الموريتاني وبالنسبة للإشكالات العالقة من زمن. لكن كما يقول المثل أيد واحدة ما تصفق، نحن لا يمكن أن نرغم حكومة إذا كانت ترون أنكم قدمتم تنازلات. إذن شكرا لكم سيد الرئيس، نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل سارك والسيد محمود، شكرا جزيلا لكم. بارك.